الفكره جات لي من سنه 2015 تحديدا سبتمبر 2015 لما بدات الاحظ ارتفاع اسعار العربيات بشكل مبالغ فيه, مش 5000 ولا 10000 ولا 2000, اللي هو الارتفاع اللي كان بيبقى طبيعي اللي كنا بنقابله كل سنه مع كل موديل جديد, كان بيبقى 15-10000 جنيه تقريبا. طلع بفكره بوست على الحمله بتصنيع, ما كانش فيه فكره ان انت متوقع تعمل حمله وفيها تأييد شعبي وكل القنوات تتكلم معاك وكل الصحف تتكلم معاك, ده ما كان ولا حتى السوشيال ميديا, ولا كان يبقى فيه النهارده في كل كومنت في اي حاجه لو بتقول صباح الخير هتلاقي من 3 صدمة. دي بقى بتاعت ربنا يعني بصراحه, ما اتصدمت منها. في تخفيضات بس مش دي التخفيضات اللي الناس عايزاها. انت عندك النهارده بقى زيرو جمارك, يعني مفيش جمارك, في عربيات اساسا من الاول ما عليهاش جمارك, في عربيات بتدخل مجمعه, كل ده الناس ما شافتش النزول في الاسعار في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا اللي فيها ثبات لسعر الصرف. الناس شايفه ان المفروض الاسعار كلنا, مش الناس بس طبعا, احنا كلنا كحمله بكل منتمي الخليه الصرف, ان لسه بدري قوي على الاسعار لما تنزل بالسعر العادل ما بين السعر المتعارف عليه المفروض العربيه تكون تتباع بيه والسعر اللي موجود دلوقتي في السوق المصري. امتى والفين هو في محطوط تايم زمني كده حوالي شهرين ثلاثه اربعه اللي هو موديل السنه ده يبدا يروح زهوته بمعنى اصح, ونشوف هل التاجر فعلا هيستجيب ويبدا ينزل الحمله اللي ضغطت عليه, ولا الناس هتبقى نفسها قصير وتنزل تشتري. اي استجابه من التجار حتى الان, كلها تصريحات, كلها مهاترات, في ناس بتتكلم بكل احترام وبتقول احنا معاك, بس احنا معاك ودي تضامن من جوه, لكن على ارض الواقع هم لسه ما نفذوش لان هم زي ما بقول لك مرتبطين بحاجه ثانيه. لكن بشكل مباشر او حد اعلى من العربيه تعملها كذا انا هنزلها ومكسبي هيبقى كذا وهيدي الارقام واضحه وفيها شفافيه, لا لسه ما حصلش. في بعض العربيات مواقع الايصالات اللي مرفوعه بيعدي ال 100 و150 الف, في عربيه اصلا ثمنها 250 او 300 بتتباع عند وكيل 450 500 او 600, يبقى هنا انا ما اطلعش اقول بقى كشعبه سيارات او تاجر او وكيل ان انا بكسب من 6 ل 8% اكسب, ما بقولكش ما تكسبش, ده مشروع ولازم تكسب منه ولازم تربح منه.